سيدي رحب كل خيال الزملاء والزميلات والمبدعين والفنانين والممثلين عن الجمعيات الثقافية والمنظمات الوطنية. نظن اللمة هذه اللي جمعتنا الناس الكل نساء ورجال موظفين وفنانين ومبدعين تلمينا لحاجة هي إنسانية من قلب، هي محبة كبيرة، هو اعتراف ضمني واعتراف بحق شخص هو نظن هو أغلب الناس. ما فماش علاقة يكون فيها اختلاف في الرأي في الفكر، لكن ما فماش مشاكل كبيرة، ما فماش مضرة، ما فماش سوء كان موجود. المحبة هذه اللي لمتنا في شخص نظن هو ساعة أول حاجة ولد جهة وزميل وكان على رأس عدد مؤسسات ثقافية في الجهة وفي كل مكان يكون فيه ما يخلي كان الانطباع طيب، وكانت الصدف أو مش الصدف اللي لبعض الأشخاص، لكن هو الاعتراف بالجميل من قبل وزارة الإشراف في 2017 أنها تكلفوا بتسيير المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير اللي نعرفوا كلنا. مندوبية المنسير مرت بعديد نجم نقولوا الصعوبات في من 2009 و 2010 بسبب الثورة، بسبب الإشكاليات اللي كانت موجودة في بعض الأماكن، لكن بترأس الأخ مهدي معطلة على رأسها في 2017 واستبشرنا كل الجهة خاصة الزملاء اللي نعرفوه واللي يعرفوا أيضا خير، وبدأت الرحلة معه بدينا الراو في خارطة طريق واضحة للجهة، ماهيش المؤسسات فقط، للمهرجانات، للتظاهرات الثقافية، للفنانين، للمبدعين. نظن هي كلمة تتقال، قلت أنا ماني الشمس باش نزرق على الناس كل كاي، لأنه ما فماش واحد كامل فينا، ويجم يسهو في بعض الأحيان أو الظروف تخليه يسهى في بعض الأحيان على بعض النقاط أو الوضعيات. لكن نحكم على مسيرة، على تجربة كبيرة مدة 5 سنوات وعشناها كلنا مع بعضنا، دين وخان كل كي عاشوا ال5 سنوات هذم في مرحلة في 2 في 10 مع الأخ مهدي السيد مندوب مهدي معطلة. لكن التجربة بدنا نشوفه في ثمارها تدريجيا في السنوات الموالية للتكليف، وتدريجيا بدنا نشوفه في إشعاع أكبر في الحجم والكمية والكيفية للعمل الثقافي وللعلاقات الثقافية المحلية والجهوية والوطنية أيضا والدولية في نفس الوقت. والمحبة اللي لمتنا اليوم هو اعتراف بالحجم الكبير اللي قام به من مجهود وعطاء من وقته من وقت عائلته، ونشكر زادة المدام متعوي ضحات برشا تضحيه من اجل الثقافه في المسير مش من اجل مهدي معطلة، لانه الوقت هذا في اللي خذيناه من صغاره من عائلته من اجل الثقافه لقينا جهود كبير صحيح من وزاره الاشراف، لكن نظن الكفاءات ما تكونش بالوضعيه هذه تتنسى ولا تتبعد على المسار الصحيح للدولة. نظن إن شاء الله على قريب نسمع أخبار دائما أفضل، لأنه جدير بما قدموا جديد بما سيقدمه في المستقبل. المحبة اللي لمتنا الناس كل كاهنة هي الاعتراف بكل المجهود اللي قدموا بالنجم نقولها ثورة ثقافية في المستير تعمل في 5 سنين، وكنا الولاية الأكبر في حجم ونوعية العمل الثقافي في 3 سنوات الأخيرة، وفي منافسات كبيرة أنهم يعطون مثال دائما ب
جهة المنسير في الحجم والنوعية والكيفية للمنتوج الثقافي بصفة عامة، لأنه نحكي عن المنتوج الثقافي هو الإنتاج الفني الشامل في كل المجالات، موش في مجال معين، لأنه احنا نعرفه ساعات يجب يكون مسؤول باختصاص واحد يأخذ مجال معين وينميه ويخليه يتطور. لكن اللي شفناه انه تطور المشهد الثقافي والفنون بصفة عامة كان في نفس المنحة. اليوم تلمينا كما قلنا هو تكريم السيد مهدي معطلة على كل ما قدمه. باش نخلي الكلمة ساعة لبعض وخيان يحب يعطي الكلمة، وفي آخر اللقاء إن شاء الله باش نعطيه السيد مهدي الكلمة. هو خو زميل قبل ما يكون مندوب أو مسؤول إداري في الغرب. مش عطيه الكلمة بنين هزو جديد مش نجمه تكون نظمة العملية. أول واحد هو الدكتور عبسان شقير حب يأخذ الكلمة. بطل. مرحبا بكم نسكل. الحقيقة لحظات صعبة هي تكريم الأخ والصديق مهدي معطلة، لكن بغض النظر على العلاقة التي تجمع العديد من أهالي المنسير وولاية المنسير بشخص المندوب مهدي معطلة، الحقيقة حبيت نلخص اللي صار كله في جملة. الوزارة قررت، لكن المجتمع المدني وأهل القطاع اليوم يقررون مكافأة السيد مهدي معطلة وتكريمه على الجهود التي قام بها والجهود المبذولة حين توليه رئيس المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير. الحقيقة حكيت برشا على الأنشطة الثقافية والنشاط الثقافي في الخمس سنوات الأخيرة، بما أني كنت نشط برنامج إذاعي في ركن قار ثقافي، لما استضفت جل الوجوه الموجودة حاليا من مديري مؤسسات ثقافية إلى آخره. دونك نعرف المجهود اللي قاعدة تقوم به المندوبية الجهوية، ونعرف النقلة النوعية اللي قامت بها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. حضوركم اليوم هو تكريم ليس لمهدي معطلة فقط، بل لكل اللي يحبوا مهدي معطلة ولقطاع الثقافة بشكل عام في جهة المنستير. ما نجم كان نحييك سي مهدي، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على كل الجهود المبذولة، والتحية لكل الحاضرين. هذا نحب نذكرها خاصة زملائي في المؤسسة الثقافية يعرفوا أكثر، هو الاستقرار اللي كان موجود في المؤسسات الثقافية في الفترة اللي كان فيها السيد مهدي معطلة على رأس المندوبية. وبالحق معنا منكم مسيرتي نجم نقول احنا في ثلث المسيرة المهنية، لكن لاحظناها الناس كلها خاصة في المؤسسات الاستقرار هذا ما شفناش على سنوات. أخ خوزي. خوزي في حاجة بشغل مسلم. بالنسبة لي حب نحكي أشياء مع الفترة اللي عاشت فيها الأخ مهدي، أنه سيد مهدي عمره نسعى للمسؤولية كمدير جهوي للمندوبية للمسلم. والدليل من عرض خرج البلاغ بتسميته هو كان في الحمامات، وفما ندوة إقليمية عمل اتحاد العقل في الشغل وواصل ندوة كثيرة ومشاش للمكتب متاعه ما كانت يعرف، لأنه مندوب هي تكليف مش تشريف فيها عمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاتحاد العقل الشغل عمل مهرجان الإبداع، وكان السيد مهدي هو مدير مهرجان. كيف نشوفوا التقرير المالي تاع جنوبه، نلقاو المدير المهرجان قدم العشر تاع المجهود اللي قدم السيد مهدي لان دي زيان العشر، وخذا مقابل 3000 دينار. السيد مهدي حبينا نعطيو 3000 دينار، رفض شاف ولو في السنه. انا شقول اللي وقع المسير هو ضرب ومنهج لولايه المسير، ضرب الوقت الثقافي وضرب العمر التقليدي في ولاية المسير. معناتها اللي حس به مهدي انا شعرت به، لان كنت في النيابه الخصوصيه وشافوها النيابه الخصوصيه ناجحه، واش خصت من ميزانيه من 8 مليارات ولا 16 مليار، وكيفاش هيئه سوق السبب، كيفاش هيئه ساحه الفنون، كيفاش عملت طرقات و 3 مليار. هذه يقول لك هذه نيابه خصوصيه ولا الدوله، فلوس الدوله وزاره اغلب. ها تعاودوا شوفوا احنا شو انجزنا، والنيابات نجاو بعضنا شو انزل حتى كل ما ينجح في مسكين يقع ضربه. لازمنا الانتباه والانتباه. معناتها جابوا لنا مدير جهه تاع التجهيز مثلا، طالب مسكين ما عادش مزار، معناتها لا جاي الا عدو المسكين. والدليل هو عندنا قداش من شهر ما عندناش حتى ولد. شكرا سي مهدي. وكل ما قلت فيه شكرا، احنا ذاهبون وكل ما قلت
تكريمات مضيئة في الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب نبلغ سماتي الشكر وتحية من القلب إلى القلب من أهالي الوردانيين. سماتي ما طلع في يوم من الأيام يعني تقلد دور مدير الثقافة في مدينة الوردانيين. كان لي شرف أني عملت معاه في مدينة الوردانيين. الناس اللي عرفها سماتي في الوردانيين كما نعرفها هنا. مدير الثقافة في الوردانيين الناس اللي يعرفها واني ولد الوردانيين اكثر من نعرفها هنا. يعني مدير الثقافة احظى بالمحبة وبالناس، والناس الى يومنا هذا تبلغ لي في سلام سماتي من اللي كان مدير الثقافة الوردانيين. يعني كما مسيرته ربي اعطاه على قلبه وصل حتى يعني شد مندوب في دار ثقافة في مندوبية مستير والناس الكل تحبه. يعني انك انسان يعمل قفزة نوعية جهة ومدينة المستير يردها منارة ثقافية في ظرف 5 سنوات، يعمل المسيرة اللي يعملها السيد المندوب مهدي معطل ويوصل بها معناها الدرجة الثانية، يعني ترتيب ثاني على مستوى وطني، ويعمل جي سي سي ويعمل جهات وعصاميات ويعمل يعني تظاهرات مسترسلة لكل قيمة. كان يكون المكاتب نتاعو من طرف الوزارة هو الأعفاء فعلى الدنيا سلام. اليوم سمعتي نحب نقول لك دمت كفاءة وطنية ودمت رجل وطني ودمت يعني بالحق سمعتي البلاد هذه ما تحبش الراجل. السلام عليكم. في قصة في سيدي بوزيد احنا كيف نمشي الملتقيات يقولون انما كنتم
مندوب في سمات معتلة ولا معناتها حتى نحضر في تكوين ولا نحضر في حاجة نحضر من باب كثير وموشي كان معناتها معناها إلقاء من المرود بل الوزارة هذه ويشرفوا علينا ويعرفوا مدى كفاءتنا ويعرفوا مدى حرفيتنا وذا يعرفوه قلنا هون مباشرة احنا واحنا ناس ما نخافوش عليش على خاطر ما نعملوش الشر احنا مش نخافوا منه برافو إنو تفوا كونتيني جي سوي ترو فيير كوني انا معاخذ جي سوي ترو فيير كوني باش نكمل معاخذ وجي سوي ترو فيير كوني انا نخدم معاكم هنا في المستير ماهيش غريبه الكلام هذايا وماهوش جديد الناس كلها يعرفوه اي شخص في الجمهوريه التونسيه من وزاره البنكاتير يقول راني انا فخور جدا كوني نعرف سي مهدي معطلة اي برافو انو تفوا نيابة عن المجتمع المدني. أنا سي مهدي أول لقاء معاه لما جاء قال لي كلمة قال أنا نشجعكم على شرط تدخلوا في نطاقنا المركزية مش نشاط في مسير برك. أنا فكرني اللي مدينة مرسي في السبعينيات كان عندها إشعاق ثقافي. رجعنا الحمد لله في فترة متعود. مش أنا بالفلورود أنا أتكلم عن حاجة واقعية وحاجة عشناها. الناس الكل تعرف كمسي فوزي في الفتح كل يعرفوا الإشعاع في مدينة مرسي في السبعينيات رجع حالي توقع علاش وين بوجودي في تونس العاصمة في مدينة الثقافة كلها أنا سمعت أسبوع على نقطة وإن سمعت بيه باش ناكل سوسة لكن سي مهدي راهو اليوم العام يوم مدينة مرسي يشهد له سكان تونس العاصمة كان أحسن يوم ما بين الجهات الولاية كان يوم مرسي قعدت تحدث عن الصحافة تقريبا أسبوع أكثر حتى لي زعاب كلموا عليه كان النجاح هاو كيوريك القوة متاع الإنسان القوة هاو في الفاش برز في العمل اللي ذاك يعمله ورجع الإرشاع الثقافي لمدينة تونسية نقول لك بارك الله فيك وشكرا وإن شاء الله ما تهربش عليك أنا اليوم فرحان مش باش نقول نفس الكلام اللي قالوا له خيال باش نقول أنا ركبت اليوم في سفينة والسفينة ركبتوا معايا فيها بكل هي سفينة المحبة كلنا ركبنا هذه السفينة هذه تكريما لزميل ولأخ المهدي معطلة أنا مش باش نطول أنا مش نقول كلمتين شعر في هذا الرجل الذي عرفته من قريب وعرفته في المندوبية وعرفته رجل ثقافة بامتياز نقول باسم الإله قصيدتي نرتبها الحب المهدي ومعزته كاتبها نقسم بكل إيماني المهدي بمثيل نور عياني ليه المحبة خالصة مجاني من غير حتى فايدة نرغبها طول عمره في خدمته متفاني وراضي بحكم خصوبته واجتبها أعمال له موصوفة وفي وسط القلوب مدونة ومتحوفة فرسان الثقافة في البلاد معروفة كلمة ذهب من نظمهم كاتبها وانت يا مهدي رسختها المعزوفة مثيل شجرة وثمارها مطيبها اليوم له كرامة اليوم له كرامة الجال عالجال خيره سابه قدامه جميع أصحابه علوه على مقامه هم ناس عزاز وقايمة بواجبها وقت السد وقت الشدة صناديد أهل شهامة أعز ما في خاطري يكسبها هذا التكريم كيف نالك معاني الوفا والشرف هدالك المستير الكل ذاكرة لفعالك ومهما كتبت الفار في قالبها أصل الأدب في موطنه خلالك وشيدت صرح المجد بمواهبها نقلت بعض أشعاري مهدي معطلة الفوق قدره عالي نظمت شعري وقلت ما في بالي احساسات من قديمنا كاسبها نعبدكم رمضان ولد هلالي نفرهد القلوب الكاس دا نضربها شكرا المهدي منارة ثقافة في المستير رغم كيد الكايدين زيادة
زياد الحميدي مدير الثقافه والفنون. اول حاجه تفاجات بالقرار هذا والله حاسس واني عندي حدس نقول لانه كما رأى الوجوه هذه الناس كل عجبهم خونا وصديقنا وابونا ونقولوا في صفه يحبوها الاخر خونا مهدي معطله خونا الغالي. يعني حاسس يبقى في ولايه المنستير وش يبقى من دو خاطر علاش قدم ثلاث خمس سنوات قدم الكثير. بنرجعوا احنا حتى على الافتراضي الفيسبوك الانستغرام اليوتيوب نلقاو ياسر انشط ياسر تطورات في الحركه الثقافيه من انشطه وتظاهرات سواء كانت على الافتراضي سواء كانت على العمل الميداني. بالنسبه لسي مهدي معطله نقولوا احنا اخونا خاطر عاوننا ياسر لكل المؤسسات الثقافيه من المديرين عوام اطارات الجمعيات مكونات المجتمع المدني الناس كل تحبه. اول حاجه انسان شعبي انسان مش متكبر انسان وطني انسان متربي انسان متخلق الناس كل اللي يحبوه انسان وطني في الفتره خاصه باش تعرف انسان الانسان الوطني في فتره الكورونا وصل دار علينا مدير انا يعني بالنسبه لي مدير الثقافه بالنان نخدم في التظاهرات في دار في الدار نسق من المبدعين سواء كان مسرحي سواء كان فنان موسيقي سواء كان باش نقدموا تظاهرات ثقافيه ونشرفوا ولايه المنستير نشرفوا سي مهدي معطله قدم في القطاع الثقافي وقدم ياسر حاجات. اي انسان يشيلوا المندوبيه ما يرجعوش اي انسان نعاوننا في ياسر حاجات. بالنسبه لي انا هبطت في الفيسبوك البيان نتاع النقابه ياسر ناس متضامنين معاه حتى كي ندخلوا البروفيل نتاعو نلقاو ياسر اصدقائه ياسر ناس سندته ومستغربين علاش انسان قدم توا مندوب جهوي يقدم ينتظر ترفيه ينتظر حاجه هذايا معناها الناس انسان جازيوه انه نجمدوه جازيوه انه نتم تعويضه بمندوب اخر. أنا كمدير الثقافة اليوم نخدم قد نعشى روحي نلقى روحي نلقى روحي نجمد تقول لي يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا على خدماتك استغنينا على خدماتك وجبنا لك إنسان آخر. بالنسبة لي هو كما تراو عندنا ياسر من فنان حاضرين بحثنا حتى فيهم الفنان التشكيلي فيهم المبدع في المجال الموسيقي فيهم الأديب كي سي نوري كم كي سي نبيل الساحلي موسيقي في مدام نجاة الحاج عبد الله بنت دار الثقافه كيما سهام جمعه منشطه في دار الثقافه منشطه في الترشيد الثقافي عوائل واطارات دار الثقافه بنان متضامنه معاه المجتمع المدني في بنان متضامن معاه الجهات الاخرى اللي راهو فيهم متضامنين معاه الناس الكل يحبوه علاش يتم تحويله؟ اني توا راه في الناس اني ما فهمتش اني توا فما بيان يدرا تحبوه يتحاول انسان كذا علاش ما تدافعوش عليه يبقى لكم في المسير؟ علاش؟ اني انسان واحد من الناس اني نعرف مسير ثاني في مستوى الانشطه نجم تدافع على اعوانها واداراتها كجمعيات كمجتمع مدني كدور ثقافه كمديرين كل مع سماته مع كمكتبات كلنا مع سمات الناس كل يحبوه في جهات الكل سمات انسان شعبي في جهات الكل وعنده علاقات في كل شيء حتى التظاهرات قام حتى في خارج تونس شراكات من ناحيه الشراكات من ناحيه الاتفاقيات. بالنسبه لي هو سمات انسان ما يعرف وكان يخدم في الثقافه مدير الثقافه يعرف علاش ما نضمنوش معاه نخليوه في مسير علاش ما ندافعوش عليه يبقى لنا في مسير الواهي في المطاويره الواهي مع احترامي المندوب الجديد نعرفه انسان متخلق ومتربي وتجاه كان والاداره في المندوبيه لكن انا بالنسبه لي هو مهدي معطله موظفينا انا كمديرين نحبوه يقعد معانا ما نحبوش يحاول أنا مدير دار ثقافة بنان، دار ثقافة بنان ولد دار ثقافة، ثلاث خمس سنين من سي مهدي معطلة، نجم ندور نحكيو مع سي نبيل، تظاهرة بنان تغني سي نبيل، نجم تحكي لنا عليها شنو صارت، شنو الأجواء اللي صارت فيها، الرواد اللي حضروا فيها، نجم تحكي هاو نجم تحكي آراء المجتمع المدني الموجود هنا بنان. سي نبيل.
واحد يجي يتكلم ساعات يقول لك لام زايد في تونس. فهمتش عليه يعني فهمتش انا نرى الساحر مستقصد نرى الانسان الوطني الغيور ويستقصدوه شكون يحكم في البلاد شكون يتصرف فيها شكون يعطي في الاوامر نتاعو معناها باش يصير بعض الاجراءات معناها الاعتباطيه واللي فهمش الفنان والمثقف والانسان اللي يبذل مجهودات كبيره من اجل اعلاء راي هذا الوطن. اللي يحب يسرى ما طلع ما يجيش للمستير. المستير ما عرفوش. يمشي للتطاوير يمشي للوزاره يمشي للكاف يدور بشويه عروض فنيه وتلقاو الفنانين وتلقاو الزملاء والمندوبين والمديرين دور الثقافه وكذا واحد يحكوا لكم هذه. تمشي لباريس وتحكوا لك عليه، تمشي للجزائر تحكوا لك عليه، وامشي للمغرب تحكوا لك عليه، وامشي لالمانيا تحكوا لك عليه، وامشي لهولندا تحكوا لك عليه. ولكن اليوم احنا في وضعيه جديده. اليوم المجتمع المدني في المسير، على الاقل نحكي على روحي، مصاب احباط كبير برشا. اذا كان انت يعني مندوب في قيمة تاع مهدي معطلة معناها والشيء اللي بذلوا والمجهودات الجبارة اللي عملها من أجل إشعار الثقافة في كامل ربوع الولاية وفي كامل أرجاء الوطن والتظاهرات الضخمة والكبيرة اللي عملناها بتفاني كبير وحرفية ومهنية وبحسن تصرف في الميزانية. وإذا كان المندوب على خاطر فترة كورونا ما صرفش الفلوس تاع الميزانية في وقتها وخلى شوية فوابد في الميزانية لأن الدولة فارسة ومحتاجة لبعض المال. دونك نحب نعرف أنا المندوبين اللغيين معناها كي صرفوا الميزانيات نتاعهم في وقت الكورونا كيفاش صرفوها؟ قنفلوا في الفاتورات، صبوا الفلوس في الحرب. كيفاش صرفت الميزانيات هذيك المقدرة بالمئات من الملايين؟ يعني احنا تعرضنا لجائحة ويعني وهذه المندوبية وهذه كانت الدنيا مسكرة وكنا احنا كمبادئين ما نعرفوش شنو نواصلوا في العمل ولا ما نواصلوش نقدموا على مشاريع جديدة ولا ما نقدموش. نفس الشيء كان هذا موجود في دور الثقافة الكل وفي المندوبيات الكل أصلا حتى الوزارة مش عارفة شنو مش تعمل واش ما خلاها هي الوزارة معناها عطات نسبة الميزانية نتاعها يعني باش تقاوم الجائحة هذه العالمية الوباء هذا اللي جانا وعندنا وباء أكثر منه اليوم في وزارة الثقافة اللي تقريبا ما عادش نحس روحي كتونسي ننتمي لها ما عادش مستني برشا بعيد علينا هذه وزيرة نتاع حجر تاع صنم تاع حضارة بيزنطية ورومانية وفينيقية وتاع كثير أخرى. اليوم اجتمعنا الكل باش نقول كونه الساحل جريح باش نقول كونه تخلي على ثلاثة مندوبين من جهة الساحل وتبديلهم بمندوبين اخرين يعني من جهات اخرى من الاصحاب والاحباب راهو هذه ما ماهيش ديمقراطيه وماهيش شفافيه هذه وماهيش الفكر بتاع دوله. السيد رئيس الديوان الجديد زاد كيف كثر الكلام عليه ولكن هذا شحنا فيه نحيوه مش هذا معناها موضوعنا. اليوم جينا باش نزفوا فروسنا انسان وطني فذ كفاءه والكفاءات قليله في تونس ولا وذيك هي احنا في الساحل متعودين بالازمات وبالضربات ومتعودين وان واحد هكا يتحل الورده نتاعه ويقدم ويطمح ويجري ويجري نقصفوه معناها نعملوا له كودبين نجيبوه على برا هذه حاجه عاديه احنا ولاد بورقيبه ولاد التحرير ولاد النضال ولاد القمح احنا معطونا برشا وبنا حطيتونا اون كارونتين من وفاعات الناريه وكملتوا علينا بعد الثوره وديجا احنا ما غير والي ولا تالي وديما بالتوالي ولا غير معتمد على عامين وما غير عواء نظيف وما غير معناها ثقافه تو باش نوليه وثقافه باش نقدر كيفاش لاني كي حكيت مع رجل مبدعي هذا ما عادش عنده الرغبه باش يواصل. اليوم الساحل جريح واليوم نحن امام معناها عمليه اغتيال ثقافي وارهاب دوله متحمل مسؤوليتها. وقت اللي انت عندك انسان ناجح وقت ترى الشمل هذا الكل وقت تشوف التجاوب بالالاف وبالمئات على الفيسبوك وتشوف الصور نتاعو تم الفيسبوك تبدا تعدي مادي معطل مادي معطل مادي معطل مادي معطل يعني هذا الكل ما يجيش من فراغ هذا يجي من الجد ومن الكد ويجي من الذراع ويجي من القباس لانه وقت اللي انت عندك مسؤول رشيد ويعطي تصرف الميزانيه نتاعو ومن مندوبين الاقلام ما خلاش الديون من قبل مش من توا ما جيناش على حد الكورونا ونشوف هذه وضعيه استثنائيه. اليوم احنا يعني نبكي دم على عمليه الاغتيال هذه
والشيء اللي صار في تونس بالتاريخ هذه ما واش معقول وما شرفناش كتوانسة. اليوم ماذا بيه الصوت نتاع يوصل للناس اللي تحكم في البلاد هذه، للصحاب، للصناديق، لولاد الفلاقة، اللي معناها اللي جدودهم كانوا يناضوا، واللي بنوها تونس هذه حجرة حجرة، واللي بنوا السدود، واللي عملوا المعامل الكبيرة، واللي صنعوا المطارات، واللي عملوا المشاريع الكبيرة في تونس حتى رزقهم هم المواطنين الأحرار. ونضيفولهم اليوم شخصية جديدة، هو شهيد هو حي. أول مرة في تونس باش نعيشوا قصة إنسان شهيد هو حي أمام هذا الاختيار. خويا مهدي نتمنى لك مستقبل أسعد اللي أنت فيه توا، وإن شاء الله باش نراك في مناصب أخرى عالية ومن مناصب وطنية، لأنك كنت مؤهل باش تكون وزير الثقافة. الغيرة والحسن والقنبيل والمشاية للأسف 2022 مازلنا نعملوا عليهم، مازلنا نعملوا عليهم، وتوا الآن نعيشوا مرارة الإقصاء الجغرافي وتدمير وتهميش الساحل وتجريده من كل كفاءاته المثقفة والفنانة والمبدع. قدر ما اني باش نحكي بزوج صفات. الصفه الاولى اني مسرحي، والصفه الثانيه اني كاتب عام جمعيه العمل التنموي الاجتماعي في الوطني. فالمسرح احنا ناخذ تشخيص في فيلم الرساله. في فيلم الرساله يقول لك اذهبوا للحبشه فهناك ملك عادل لا يظلم عنده احد. هذا ما صار لي انا مع سمادي معطل. كنت نعيش في الكسرين، اتصلت بسي مهدي، اخ مهدي او هكا وكا وكا وكا، قال لي يجب على اخوك. جيت بعدها سي مهدي، الظروف مش مواتيه، ما يوصل معلومه لمديرتي السابقه واللي نشكرها بالمناسبه، قال لها جاك شخص افرح بيه ماديا معنويا مهنيا كل شيء، هذاك التجارة راسي. حاجه اخرى سيما، هذه الحاجه الوحيده اللي عاقبوك عليها، ما تسميش عقاب، بالعكس هذه اكبر تكريم، لانك خدمت برجوليه، لانك خدمت بنظافه، لانك خدمت بحب، ولانك هالخلق الكريم دميتو اللي صعيب برش الواحد يلم المتفرقات. حاجة أخرى، منصب يمشي على روحه أكيد جدا، كلنا زائلون، لو دامت لغيرك لما آلت إليك. أما الحاجة الوحيدة نقولها لك من القلب الصادق، هذا من جبل الشعب، بركة الرجال يا أيها الرجال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كمواطن فنان ومبدع حبيت نقول سلمادي رام بني كل حبوك مثل مسألة حبهم اليوم بعد ما سمعوا من الخبر حق أصعب برشا. سلمادي يحرك الحركة الثقافية في البنات، لانه كان دائما الاتصال مدير او انه مباشره انه يحضر الجمعيات نتاع بنان. شكون انا تمثلها؟ سمادي معطله في جمعيه المهرجان، ولات واقفه على رجليها وتنشط على مدى سنه كامله. كان مش سمادي معطله ما كانتش على جمعيات اخرى، لها رئيسات، على عده جمعيات حقيقه وقفت على رجليها وخذت عروض وخدمه برشا. لكن الشيء اللي أنا حبيت نقوله ونأكد عليه، أن مرة في شهر التراث عندها تقريبا 4 سنوات جاء سيمادي باش يشرف على تظاهرة حول الطعام، هذه حاجة كما هكا. أنا في ضم دار الثقافة وشدني من يدي والله، وهزني معاه ودار بيا تكريما للمبدع الفجية، حاجة كبيرة برشا فهمتني.
بقى اني امس في الوقفه الاحتجاجيه لاحظت ان الزملاء نتاعو الكوليكايا كانوا منتبين معاه، وكانوا الحقيقه البعض حتى الدمع كان ظاهر على عينيه. انا ريت ناس في مدارب جوارح نتاعها بقلوبها تتكلم بالقطاع الثقافه، زاد المجتمع المدني من المبدعين ورؤساء الجمعيات تكلموا زاد من قلوبهم وعبروا عن تكريمهم من الشخص هذايا انه هو خدم ثقافه ولايه المستير ثلاث خمس سنوات. وحبيت نقول لكم حاجه قبل ما نختم، ان القدر ساعات يجاوبك ما عند ربي كان. انا حبيت السنه نشارك في البطوله الوطنيه للمطالعه في نسختها الثانيه، قلت دعم للثقافه في والمكتبات في ولايه المنستير يعني في دراسه ثانيه. مشيت للمكتبه العموميه باش ناخذ الدبلر نتاعي، لقاه دبلر اسود. قلت شوف اليوم اللي هو أقيل فيه أو أعطي فيه ولا تحبوا تقولوا سماد معطلة، ناخذ دبلر الأسود اللي هو يعبر عن المستقبل بتاع الثقافة إذا كان باش توصل بالشكل هذا، تعطي الناس ورجالات وطنيين ورجالات تخدم الثقافة على الثقافة في السلام. وديما نكررها أنا، راهو الوضع الثقافي في الجهة إذا كان ما يشربش عليه كبة كيما سمادي معطلة، راهو تيصيروا تراجع وراهو تصير مشاكل. ورغم احترامي للمندوب الجديد ما نعرفوش يعني، والله لا نعرفه جملة، فهمت لا، ولكن نخاف على الثقافة قدوة اللي هي تطيح في 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 مستوى يخوفنا بصراحة. والسلام عليكم. عليك السلام. بلاش كما نعطيو ثلاثة تدخلات باقتضاب باش نجمو نواصل. سي محمد دكتور. محمد مندوب رئيس جمعية الشباب للسيطرة العربية للمستير. إذا نحب نشكر سي مهدي على المجهودات اللي قام بها في وكيف زاد الممثل الموسيقيين في جهة برشا من الموسيقيين يبلغون الإسلام تاعهم. سي مهدي كيف بياني رئيس جمعية فرقة الشباب تاع المستير، نشكروك على الدعم المتواصل للجمعية سواء من البدايات نتاعها ولا في الوسط، في معناتها دعمنا في المهرجان الموسيقى الأندلسية وقت اللي كنا نجيبوا ناس من برا، دعمنا وقت اللي نحونا في بداياته، نحاونا خدينا مشي الجزائر. حبيت نعطي كمثال مشي الجزائر، الوزير صحح فيها ومدير مدير الموسيقى في اخر حكيمه في عهد زين العابدين صحح فيها. ما رانا اللي سحبت منا البساط بل بنهارين من المشيه، معناتها لولا معناتها سي مهدي دراس انه نحب الموسيقيين مشينا احنا نمثلوا في الجزائر في مهرجان الموسيقى التقليديه بألجي. نحوها لنا معناتها دراسة سي مهدي، معناتها حبيت نقول لكم اللي هو كان يحب الموسيقى والموسيقيين وكان يشجع جمعية الطابع الثقافي وخاصة الموسيقي. فألف شكر سي مهدي على المجهودات وإن شاء الله القادمة. أنا كما تكلمش اليوم من حقيقة جاحد وناكر للجميل، خاطر لو فما شخص عنده عليه فضل مهنيا وأضاف لي بتجربتي وتعلمت منه، راهو سي مهدي معطلة، خويا مهدي معطلة، صديقي مهدي معطلة، والصفات الكل تنطبق على سي مهدي. أنا مشيت ما جيتش من ما تعينتش لهنا في السير، جيت من الوزارة واخترت في نقطتي نمشي لولاية أخرى مجاورة. الزملاء في الوزارة قالوا لي أنت بين خيارين، يا تمشي تتعلم الخدمة وتصنع روحك مستقبل، وإلا تمشي تخدم الدار وتنجم تكون عادي كيما الزملاء الاخرين الكل تخلص وكاهو. قلت لهم انا نحب نتعلم. قالوا لي فما مدرسه في الساحل اسمها مهدي معطله، امشي للمدرسه هذه. بناء على النصيحه هذيك جي تعلمت من سي مهدي ومازلت نتعلم. اليوم انا نعتبرها بدايه جديده على الاقل على المستوى الشخصي. الناس كلهم متاثرين، انا فرحان انه يمكن اليوم باش نقرب اكثر سي مهدي ونتشرف انه يكون صديق، وان شاء الله المستقبل خير. انا متفائل جدا على خاطر ما هي الا فتره انتقاليه، المستقبل مخطط بمفاجات ساره سي مهدي وللكفاءات الوطنيه الحقيقيه. اذا ما تخش في خاطرك ما هي الا فتره تتعاد. شكرا. السلام عليكم يا جماعه. حبيت نقول نحكي باكثر صراحه. انا كنت نعيش في تونس، انا خدم روحك، انا غازل عياشي مسرحي ومناشطه فيه. كنت نعيش في تونس، جيت القدر عرست بمراه خديتها من قصرية، قلت نعيش في قصرية. خوفوني العباد كل غازي ماشي سيب تونس وماشي القصرية لو باش تاكل كبوت ما تمكش تخدم. قلت ربي معايا، عملت كي قصدت ربي جيت مندوبية بالباب في لاكي، قال تفضل ماشي. قلت ماشي سيد مندوب نحب نقابله، يلزمني نقابله. قابلت سي مهدي معتل الراجل الكريم هذا، استقبلني في بيروه لأول مندوب في حياتي يقبلني في بيروه.
في تونس حتى المندوب ما حبش يقبلني، اللي حب كان باش يقبل رئيس دولة. سي مهدي معتل يعطيه الساحة استقبلني وقال لي اقعد اقعد تفضل احكي لي شو مشكلت. قلت له جيت من تونس تحب ناخذ مع روحي، مناشد تحب ناخذ مع روحي، عندي منقول في روحي. قال لي غازي يعيطوا لي زيزو عمو زيزو الملعب. قال لي علاش ليه مرحبا بك جيت من تونس ولا من تطاوين مرحبا بك في 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 ولاية مسي تنجم تاخذ مع روحك. قلت له انا سي مهدي معتل يسمع فيا تحبك تعاوني. قال لي اخوي الغالي البيرو نتاعي محلول في كل وقت، وقت حق اي حاجه اي مشكله اني بحذاك ما بيروي محلول. معناتها قال اعطاني شحنه معنويه بالكلمه ذي، معناتها اعطيك امل في روحي اللي باش نخدم. خاطر العباد خوفوني. قال يا غازي راه ماشي للساحل ماشي لغاديك راك حتى واحد ما يقبلك، راه الناس الكل باش تلقى مشاكل برشا دي سابوتاج. والحمد لله عندي 4 سنين هوني والحمد لله الناس الكل تحبني، الناس الكل تقدرني وخدمت وخدمتي هي طفل الحمد لله. حبيت نقول لسي مهدي معتل يا احمد ديك وبارك الله فيك وربي يعزك، راك انت تقف في العلالي. علاقتي تعرفها بلادي معتل اخويا ملايين صغير ونمشي لدارهم وهذا ما يمنعش ان احنا تواصلنا مع بعضنا. حبيت نقول حاجه برك، انتم بكري تحكيوا على الكفاءه نتاع مهدي معتل وتحكيوا على نظافه اليد نتاع مهدي معتل، هذه معناها ما يخلي مهدي معتل بالطريقه هذه اللي هو راجل ولد راجل ولد صالح معتل. وهذه نقولها الكلمه اني شخصي حاجه شخصيه لانكم كي ضابطوا المكنين وترجع على المرحوم صالح معتل الله يرحمه وينعمه تعرفوا قيمه الراجل هذايا والله يرحمها ام ساميه قاسم هذيا الله يرحمها لربات راجل وطلعت راجل. هذاك علاش اني حبيت نذكر الزوده ساميه هجومه اللي خرجوا راجل كما سي مهدي معتل. هذاك اكبر دليل اللي هو نظيف لانه ولد عائله ومكني راجل. وكيابه المكنين وانتم تنجموا تعرفوا كيابه المكنين ويدخل في قهوه ويدخل في حاجه وفي فرح ولا في حاجه كان تشوفوا قيمه الترحيب لانه مهدي معتل راجل والمكنين الكل تحبه ابار هذاك من يهمنا في بعض الحاجات لازم ديما الاختلاف توتو وموموش وشو كوك يبداو حكم عاديين معناها بعض الاختلاف لكن راهو ديما سي مهدي معتل راهو يقعد راجل لانه بقيمته وبقدره وباخلاقه وبربي حاجه اخرى تعرفها انتم الزملاء عليه اللي مهدي معتل ابار الخدمه الثقافيه اني لاحظت وريت في شخص برشا ناس حتى في حالات الشخصية نتاعو كان في عرس واحد زميل كان في موت الله يبعد عليكم كان في حاجة خاصة ساعات يهز التليفون يكلموا مهدي معتل. مهدي معتل يبدأ ينحك الصيفة نتاعك المندوب ويهبط بيديه وبرجليه يخدم الخدمة ديك لأنه راجل. أنا حبيت نقول الكلمة دي لأنه معدن السيد هذا مهدي معتل وأنا كما قلت لكم عشرته عن قرب ومشيت لدارهم لأني صغير وتربيت في دارهم ونعرف قيمة الراجل هذا علاش طلع بالقيمة دي وبالأخلاق هذه العائلة العالية لأنه راجل ولد راجل. ربي فضلك لنا أخويا المهدي وراك ديما عالي. نحمو مع سبعة عند السياح ايش تبع حدانا اسمه محبة كبيرة للسمادي اللي حكيت مع ما مش نقول سمادي ما نجمش نوصف الشيء ممكن اللي نحس فيه من اللي تأسس جمعية الدار الثقافي من اللي شديت مع رجيم بحجار. سمادي كان معانا كأخو ما هوش كان مندوب وكان مسؤول، كان كأخو وكان يشجع كل الفكرة وكل نشاط يتعمل بعيد على الدعم وبعيد على كل شيء وكل ملف إلا ويزيد معاك القدام ويعاونك ويدز معاك على جميع المستويات. وكيما تقعد معاه في البير وتقعد معاه في القهوة البرة اتسترا هذا مش فناش في مسؤولين أخرين. تعاملنا مع عديد المندوبين والحمد لله وبفضله هو أن يقول وبش نحكي على وحجر كرجل ثقافة بوحجر وكرئيس جمعية وكفنان وكصاحب فرق لقينا منه كان الكلمة الباهية وكان التعاون الباهي وما ريتش حتى حاجة سلبية مريت كان إيجابيات والحمد لله. وهذا الكل موجود في أنشطتنا وفي تظاهراتنا اللي نحكي جهويين ولا محليين. سي مهدي بارك الله فيك شكرا جزيلا على كل شيء قدمته لمدينة بوحجر للمهرجان الصيف لجمعية الإبداع الثقافي لشخصي أنا المتواضع محمد الصياح. أنا تعلمت منك وما زلت نتعلم وتشرف أني
تكون كمسؤول وكأخ وكولد بحجر ولد الجهة. بارك الله فيك. كل كلام نصف القلب سي محمد. كل صدق معناها وكل محبة. أنا كانت لي فرصة أني بديت مع مهدي الخطوة الأولى من اللي إحنا في سوسة وأول ما تسمى بحذينا في مركب الثقافي، وكانت عشرة متاع أخوات. واليوم اللي قدمه لي أخويا مهدي بعد اللي كنت نعاني فيه أنا، بعد كنا خطر أنا مريت بفترة مرضت ومعاش نخدم، اللي عاود رجعني للسيركوي هو مهدي معطلة. ما نجمش نزيد أكثر من أنه كان خو، كان رجل ثقافة وكان رجل دولة زادة، نحبه ولا نكرهه الرجل هذايا راهو ما فهمش منه زوز، وهو مش نقص معاش نزيد. شكرا بارك الله فيكم وسلمكم الناس كل. انا في الواقع اليوم ما جيتش باش نقول كلمه لسي مهدي، خاطر كي نقولوا مني لي حاجه واحده ندعيها ان شاء الله ربي ينظف قلوبنا الناس كل، يا سي مهدي ربي يعطيك على قد قلب ان شاء الله، كل واحد ربي يعطيها على قد قلب. بقي اللي حبيت نقوله اليوم من قبل ما نتجاوز، انه هاللمه هذه اذا دلت على شيء دلت على انه فما محبه تظهر في بعض الأوقات، وأنا نتمنى أن تظهر على طول، لأنه إذا كان قعدنا كساحة ثقافية نحب بعضنا في السراء والضراء نختلف ولكن نقف مع بعضنا، راهو نجم نصمد قدام أي تيار مهما كان. نقطة ثانية، فما برشا زملاء تحكوا مش واحد برد، أن المستير هي مجمع لعديد الجهات وعمرها ما كانت مستيرة مسكرة على روحها. نحكي على جهة المستير مش نحكي على مدينة المستير، عمرها ما كانت مسكرة على روحها. في مقابل ذلك أنا ماذا بيا الناس اللي مشرفين على الشأن العام في تونس ما تخليش الشيء هذا يتقلب، لأنه فما حاجة هامة جدا راهي الناس في هالجهة الولادة للمبدعين والجديين والرجال والنساء وغيرهم راهم قاعدين يحسوا بنوع من الضيم اللي أهم من هذا الكل، واللي للأسف في الدولة التونسية ماهوش أول واحد يشعر بالظلم. سي مهدي فما برشا ناس، منحبش نحكي على حتى حد، فما جحود كبير في الإدارة التونسية في الدولة التونسية. وقتاش الدولة تتعلم أن تكرم رجالها مهما كان؟ لأن المسألة أنا ضد اللي قال شهيد، ربي يطول في عمرك في الخير وأنت إنسان فاعل واصل كن فاعل، مش هذا الواحد اللي قاعد يقول كون بعد سي مهدي مش تشوفوا حد شيء وتشاور. أنا مانيش موافق، لأن مستير شهد فترات ممتازة جدا وفترات طايحة ورجعت ممتازة وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن اللي أهم من هذا اللي نحب نبلغ صوتي للناس الكل تسمعوا في هالدولة هذه، تعلموا كرموا رجالكم مهما كان، لأن هذا اللي قاعد يمس، هذا الشيء اللي قاعد يقلق. ونختم بحاجة واحدة، فما أنكدوت صغيرة، رجل كبير كي جاي يتوفى حاجة من سنة تلم ولاده، عنده مجموعة ستة أو سبعة أولاد، قال لهم نحب نعطيكم الورقة. كي جاي وقال لهم كل حد يجيب مشغيل من زيتونة عودة صغيرة، جابوا له كل حد كستة ولا سبعة، قال معطوني خيط قرطها وعطاها لكل واحد، قالوا تراه كسر شكون قوي فيكم، دار عليهم كل حتى حد منهم كسرها، رجعها له الراجل كبير نحى الخيط وشباه كل عود دقبه وحده، قال ما انا راجل كبير نجم ندقبك، إذا كان احنا منضمين مع بعضنا رانا ما ندقبوش. الشيء اللي قضى
واللي انا نصيح بقوة جهدي باش نقول حذاري من الفتنة، حذاري من الفتنة، اليوم ليك وغدوة عليك، لكن يلزمنا نكونوا مع بعضنا، وربي يواجه خير وربي يواجهنا خير، ونعاود في الاخر ربي يعطينا كل واحد على قد قلبه. قبل ما نخبو السيد مواز عباس مدير ورئيس رئيس جمعية مهرجان المنسي الدولي، ما كانش في باله باللمة والعائلية هذه مذكرة في اللايف، لكنه خارج مستير قعد متأسف جدا، يوصل سلام واحترامه الكبير لك سيد مادي، ويشكرك على المجهود الكبير اللي قدمته بمهرجان المنسي والجمعية بصفة عامة في الفترة اللي انت كنت فيها، متحصلين بارشة على خروج في الوضعية هذه، في نفس الوقت انهم مش موجودين اليوم في الهدايا في تكريمك اليوم. مش نعطيك الكلمة سيدي، كنت سمعت كل لخيات، ما عرف لخيات انا ما تكلموش، ما نجموش يتكلموا باش ما توليش مشاعر خارجة اكثر من اللازم. شكرا فهد، تحية لكم كل، مرحبا بكم. كان جيت مستخيبات لهم طلب تعفائي عندي عامين ثلاث سنين باش نتلموا اللمة ونشوفوا المحبة اللي هي كل بارك الله فيكم بصحة زملائي وأصدقائي والفاعلين الثقافيين في الجهة اللي تعاملت معهم. كل شكرا لكم، تحية لمنظمتي العديدة الاتحاد العام التونسي للشغل على تواجدها ومؤازرتها الدائمة لنا. بالحق معلم ما نجم أقول حد شيء، كان يعطيكم من الصحة، تشرفت جدا بالعمل معاكم، كانت أيامات باهية، خدمنا تعبنا جرينا ارتحنا ولعبنا وضحكنا، وساعات كتصير بيناتنا حوجات خفيفة، مي كل محبة كل تقدير للناس كل الموجودين واللي ما همش موجودين. نحب نحيي برشا زوجتي اللي صبرت عليا 5 سنين هذوما، ونطلب الاعتذار من صغاري اللي 5 سنين تسمى ما نجمش نعيش معهم كيما يعيشوا بقية الناس، ولاو خليتهم صغار، اليوم وليت نشوف في ولدي بكري يسلم عليا قدي ولا دونك، الحمد لله ويعطيكم ألف صحة. هذه سنة الحياة، خدمنا اليوم وإحنا في كل موقع نجم نخدمه، مش بالضرورة نكونوا في على رأس إدارة جهوية، دونك مواصلين العمل الثقافي وما زلنا في الجهة، وإن شاء الله نتلقاو في برشا مناسبات أخرى باهية. ما عنديش برشا اعتراض لأنه بالحق الدنيا دونك تنجم تخدم في مكان غدوة في مكان واحد آخر. نتمنى التوفيق لزميلي الجديد اللي باش يجي على رأس مندوبية المنستير، هو زميل وصديقنا وأخونا سي شكري كليلي، دونك نتمنى له كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نساندوه في المهمة اللي باش يكون بها في الجهة ونواصلوا العمل مع بعضنا. هذا هو إن شاء الله، إن شاء الله المنستير ديما في أعلى المراتب، وربي يحفظنا ويحفظ تونس إن شاء الله. باش نكون العملية التكريم باش نبداو من هنا، وحنا دايرين باش نشوفو جمعية الشباب الموسيقى. Thank you.
Nie wiem, co to jest.
الجمهور اللي طلع بيه I'm
الخليج.